اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم موضوع مختلف شويه، ان جوجل بلس هتقفل كمان 3 ايام. ناس كتير اتكلمت في الموضوع دوت، وناس كتير نزلت فيديوهات بالموضوع دوت، وجوجل بلس نبهت على الموقع بتاعها. بس انا النهارده جاي اكلمكم عن شويه نقط مختلفه شويه عن باقي الفيديوهات وباقي المواقع وباقي كل الناس اللي اتكلمت في الموضوع دوت. يلا بينا. تنبيه لكل الناس انها تبدأ تحفظ بياناتها على الجهاز بتاعها عشان هي تقفل، ولما تقفل البيانات كلها تتمسح. فمحذرهم من كتير خالص ان هما يبدأوا يحفظوا بياناتهم لحد 2 ابريل. اولا في 2 ابريل 2019 جوجل بلس هتقفل، وليس جوجل، لان في ناس كتير عندها سوء فهم فاكرة ان جوجل هتقفل مش جوجل بلس. دي حابب اعرفها للناس. تاني حاجة هكلمكم من اول خالص، من اول ما بدأت جوجل بلس في 2011 عملت جوجل بلس، عملت الموقع بتاعها والبرنامج بتاعها اللي بينزل على الموبايلات. وصل مستخدمي جوجل بلس لمليار و11 مليون، مليار و11 مليون شخص بيستخدموا البرنامج او الموقع دوت وفاشل. تخيلوا، تخيلوا مليار و11 مليون شخص بيستخدموه وموقع او البرنامج فاشل. اقول لك ليه فاشل، لانهم مش بيستخدموه فعلا، هما بيعملوه عشان جوجل، عشان اليوتيوب، عشان جوجل، عشان بلوجر، عشان الحاجات دي مش بيستخدموه فعلا. ممكن ينزلوا عليه الفيديوهات اللي عملوها على اليوتيوب، ممكن ينزلوا الموضوع اللي عملوه في البلوجر، لكن مش بيستخدموه استخدام شخصي شبه الفيسبوك والواتساب وباقي السوشيال ميديا. فممكن عدد مستخدمينه ما يوصلوش 600,000 او مليون واحد، لانهم بيدخلوا عليه بمجرد ان هم يغيروا الاسم، يظبطوا الاعدادات، تاريخ الميلاد كده، لكن مش اكتر. فجوجل بلس ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن برنامج تقدر تنزل فيه صورك، فيديوهاتك، النصوص، حاجات كتير، تعمل مجموعة وتبدأ تتكلم فيها. طبعا هم عملوا كل دوت عشان الموضوع يبقى ناجح، لكن هو ما نجحش فعلا، ومفيش ناس بتستخدمه، عدد قليل قوي اللي بيستخدموه. تمام. فحابب اقول لكم ان جوجل بلس هتقفل بسبب ان الموضوع ما نجحش معاها، وقررت انها تقفله من زمان خالص. بس انا ما كنتش اعرف، لان ما كنتش مهتم. فجوجل بلس ديت هتقفل عشان تفتح حاجة تانية ممكن تبقى ناجحة اكتر من جوجل بلس. وشكرا على مشاهدة الفيديو، ولو انت عندك اي تعليق او اي كومنت او اي ملاحظة على الفيديو ياريت تسيبه في كومنت تحت. واختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.